يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة لديها مال لكنها لا تريد أن تصرف من مالها فتسرق من مال زوجها، فما حكم فعلها هذا؟ عندها مال ولا تنفق منه على نفسها، هو نفقتها على زوجها بلا شك، نفقتها السكنى والكسوة والطعام والشراب، هذه على زوجها، أما ما زاد عن ذلك فهذا من مالها هي، ما تأخذ من زوجها، ما تأخذ من زوجها إلا الواجب وهو النفقة، إلا إذا سمحت نفسه بذلك فلا بأس. إنما الواجب لها على زوجها 4 أشياء: السكنى بما يليق بها، الكسوة التي تليق بها، النفقة التي تليق بها، المبيت عندها ليلة من 4 ليالي، هذا الذي يجب لها، وما زاد عن ذلك فهي تنفق من مالها إذا كان عندها مال، أو تطلب من زوجها، أو هو يعطيها من باب التكرم وحسن العشرة. نعم.